يلا ويرضيكم. ليش ما صمت؟ ليش ما صمت؟ ليش ما اجيت؟ مو كل يوم فعالي الرب قد ما يبقى من فعاليه النسبه 50%. جلطتهم كذا يحسبوك ناسي. يحسبوني ناسي. يحسبوني من يصوم اني ما ادري. اسقط عليهم. اسمع كتكت ليني يزودون من عندهم يخوشون. الكفينه الكفينه وحتى المطعم كله وحتى القهوه. شفت القهوه؟ لي منها 50%. بس خلهم يحسبون ويسجلون. شاهد البج. شاهد البج. شاهد البج ما يباع في القريه عليه 50%. الله يدعني في داد البج. قلت من الدلبج. قلت من الدلبج 50%. انا مبسوط. منقود ولا يجيك فلوس. انا مبسوط. عندي بلاش الكبينه. متى ما ودي اكلم اروح اتربع. انا دافع 200,000 الكبينه. اي وقت اكلم. أيوة. نعم. هذا بلاش. طيب لحظه. كيف 50%؟ لا يقنعون. خماس بتصلحنا. لا يقنعون قرب. لا والله ما يقنعون. لا لا حلالك وانا اخوك. احنا بنقنعه بالحق. لا. بالحق وبما يرضى الله عز وجل. انا ما لي علاقه. هو ما له علاقه بالمطعم. والله ضفوها يا ابن ضفوها. من المكيفات يا ولد. شد حيل. حتى في هذه يعني حتى في هذه عبد الله خماس انضم. حرام يا كم تبي الحين خماش؟ تذكر يوم قلت يا خماش انا باخذ 20% في النسب في الحصانه؟ قلت يا اخي بيزعلون الشباب. قلت ميدك. نعم دائما تجي في اول واحد ترى. يا اخي شوف تبي وجهه. بقول لك حاجه. ما يدري من اهل علي ولا درى ماذا. بقول لك حاجه بفهمك انا نقطه يا ابو رجلك. علي ما انت فاهمها الحين. اخوك لا انا فاهمها. لا اخوك لا ما تمشي علي كلام. فاهم. اخوك الكبير. من اخوي الكبير؟ اخوك الكبير عبد الله خماش. لا اكيد اخوي عبد. اخوك عبد الله خماش. اسمع من عبد الله خماش اخي. اسمع الحين من اخ يتعرض الى بعض الحاجات اخوانه الصغار ما يتعرضون لها. صح. نفس الحين اخوك عزوز كان ابوك يجده ما يطلع ولا يروح ولا يجي ولا يستلم دوال. صح يا عمر المسيب. صح. لا 60% زكمت حدك 50. لا والله ناسي. انت مغروض. مغروض والله ناسي. مغروض قلت 30. اسمع مغروض قلت 30 وقد حدد 20. عرفت يرجع يطفي المكيف الاهلي. عبوي اللي يعرف من وين يطفر. لا والله اني في كامل روقاني اقسم بمن احل القسم. في كامل ايش؟ روقاني. طيب والله يا خماش احنا لازم نوصل معك. لا لا الله يجعل احسن وينزل في بطنك ويهلط بطنك. والله الله انت ترد عقب يا الدعاوي. والله ما ترد. والله انت ترد. والله ما ترد. يجعلك ما ترقد اخر. ايوه عشان اتسحر عالم البطن. عشان اتسحر عالم البطن. عشان ايش الريالتي الساعه 6؟ يلعاق 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 لعاق يلي يوم خليت انا تليفون ما يجي يكلم اهله. يلعاق معي جوال. معي جوال. اذا هي على اخوك انا بفضح نفسي. معي جوال. انا ما احتاج تليفون ما اكلمه الا اخوك. ساعد تطلع لي برد. برد والله يا الجو انه ممتع. والله انا افتح. انا افتح يا كنترول. طف المكيف. خليني احب فوق راسك. لا 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 صدق والله انك والله ما انت تحب. عبود عبود اصبروا يا جماعه. يا جماعه اصبروا عشان اصبروا. انا عندي مشكلتي مع ذا الاجودي. قال لنا اجودي. والله سبه اجودي. كلمه اجودي سبه. يعني انك ما انت كفو. اجودي سبه. اج اج لا ودي يعني الجود اللي يعطي من عدل. لا اج اجودي تصغير. اي والله يعني الحين اج من العج. هو دي وادي عج. لا ما هي كذا. ما هي كذا. العج والوادي التراب والماء. خماش الحين هو تدري انه هو ساب نفسه. عج الربيع. وش تصغيرها؟ ربيع. الجيد. الجيد الكفو. اجودي. اجودي يعني تصغير. لا لا الجيد مع انه ربيع. مع انه ربيع يطيب راسك. يطيب راسك. ها مع انه ربيع وصغير زيد جاني وخذا 50%. ايش تطلب مني له يا مسلم؟ ها ماني ضعيف. كيف تضحك علي يا خماش تقول خذ 20؟ والله سوالف تجار. اي خدمه مو حرام عليك. انزاكم. لا لا والحين تاكل الرزق. سوالف تجار. انت مع كبينه. ذي مع كبينه وذي مع مطعم. انا ما قلت بس تجار. لا لا هذا ملغم بالاخر. لا والله كلامك هذا ملغم. لا والله لا لا وعشان كذا عشان اثبت. لا 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 ما قال شيء ولا 50%. عشان كبينه مالك دخل فيها. انا شباب اسالني محمد. انا ما اتعامل معك انت كمحمد بن علي ولا اتعامل معك كربيع القحطان. انا اتعامل معكم انتوا الاثنين. لو تبون عيوني طلعتها واعطيتها اياكم على طول. لا 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 اعطيك عيوني. اعطيك عيوني. اعطيك عيوني بعد البرنامج. اصلا انتوا اصلا انتوا فوق كلمه عيوني. انتوا فوق كلمه عيوني. احنا فوق عيونك. حواجب احنا. وين فوق؟ انتوا على راسي.
الله يسعدك. الشعر ذا بيجينا شوك. طيب بيجينا شوك. لا لا البسه حلو. طيب انتوا كتجار كتجار كم مستثمرين في قريه سدرسي؟ اول مشروع لي الله يرحم والديك. والله انا اول مشروع لي الاول انه قفلوه. قفلوه والله. قفلوه انا اخذ منه 70%. قول ليش؟ ليش؟ علم لهم يا ربي. انت ما انت ما بقى حد ما تظل انت عندك والله. امس 4000 الحاله. خل 4000 الله يبارك. هذا رزق جاب. بس تخيل انه يطمر في رزق احد. كيف طمر؟ المطعم انا كاتب 4444 اول واحد وانا اجي واعلم لهم من... ما ابغى امدح نفسي بعلم لهم عرفت شوي للرجال. لا 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 حرام عليك. حرام عليك. لا لا حرام عليك. شوي سالفتنا عن تعال الارض مسطحه سالفتنا او تعال اجلس. تعال يا نايف عشان الزين ما حد يسولف كلنا انت قاطع. يلا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع سالفتكم الجميله. شوف يعني انت الحين قدرت المجلس حطيت حذيانك هناك وداخل من هنا يا ابو علي. شوف شوف الاحترام واجب. وبيع القحطاني انا ما اتوقع انه ياخذ. او انت او انت هي نقطه او انت يا طويل العمر والسلامه تبغى تحط جميلك في ربيع. هي واحدة من الاثنين. ربيع عندها خليت كلام محمد حبيبي ما تكلم. اذا بتخصم ال 50% سوي اللي تبي. حط جميل ما تحط جميل اهم شيء ال 50%. شوف تعاملوني من داره. عاملوني من داره يا اخي. احس بيني وبينه شيطان. شيل المهم سلمت. تقول لا هذا مو حبر. شو تاني ده؟ لا لا اصبر 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 يا ولد نفس التغيير مشاهداتي نفس. والله ما ان مرت وت. لا افصل عليك لا توت. احس نايف اول ما ولد يسعى كذا. تدري ليش يعيد السالفه دايم؟ مسحوب على ورا. خماش خماش شوف شوف ما تلاحظ حاجه يا خماش. نايف خالد دايم يعيد السالفه. قول ليش؟ ليش؟ سوي ريتويت عشان يلا يا شباب انا توني مبلش قطه كلكم علي الحين ولا شو السالفه؟ ايش قطه؟ يا محمد صاحب رجع مطعم باب بايساب للمحل. تكفى الحين انت لا بايساب يعني ظريف ذا الحين والله 50% انا معك معك ضحكه ولا لا؟ لف الكوب سوي مسرحيه سوي الربيع يضحك. انا بالنظام مع الخماش دخل الموضوع ولا عاد اشوفك فوق الكبيره قسم بالله. مركز عبد الله خماش. والله انا مركز عبد الله خماش والله وملابس زهراء فيه. شوف انت خليت الكابينه اللي خماش هذا سارق مطعم تسرق فكره تسرق مركز. الله يرحم والديك خماش. اقسم بمن احل القسم لو تعطس يقول محمد علي فكرتي انا كنت ابغى اعطس. ليه تسرق العطس؟ مركز رد عليه رد عليه يسرق ملابس رد عليه رد عليه رد عليه يسرق ملابس يسرق افكار كم يسرق هذه انا بس اسرق خريطه تخيل يقول عنك تسرق ملابس يعني شوف طالع معي طالع معي شوف من فوق خادش الشمراني من تحت دار الله حق من هنا هنا مش على يافي والله رد عليه رد عليه رد عليه بعض الأحيان لو ترد على أحد تعطيه على قد أوه ماي جاد حطها خامس طيب اسمع اللبس والله اللبس والله كله لبسي عيال يقولوا لا إله إلا الله أنتوا لبس ما هو بزين لا لا أنت تسرق زي الناس ولا تلبس زي الناس. طيب السؤال اللي يطرح نفسه من اللي الكاب الله يعينك الكاب الكاب الحقيقة توني شاريه البارحة المهم إني معلم. لا لا السؤال اللي يطرح نفسه كذا من الأخير خلينا نقفز 10 خطوات نتسرع كيف ينقص عبد الله الخماش النسبة وهل فيه إمكانية؟ أوه المطعم رمضان ما معك رمضان تفتح موضوع رمضان ولا خير رمضان خير خير لا ما في من الأخير ولا أتوقع ما ينفع قفز حواجز ذا شوف يا ربيع نعم احنا نتكلم عن النسبة. حلو. وقدر الله وصلنا شركاء، لا تاخذها بمعنى النسبة والمال، فكر بان احنا شركاء. جميل. دوتو ثنائية في هذا المطعم، ننجح مشروعنا، نفس الحين صالح قاعد يسوي كبدة وقاعد يطيح سوقنا، ليه؟ ليه؟ انت ما فكرت مع نفسك ليه؟ ليه؟ يعني انا اشوف انها من الغباء انت إيه؟ جالس تصف مع صالح، لا تحفر له تحفر لصالح. لا حفرنا حفرنا. لا من حفر. ايش تسوي؟ وش نسوي؟ الحين ما هو بيجي السحور؟
ايوه بيروح عند سحرون كبده. لا يقول لهم حاشي طال عمرك ولا حاشي ولبن خلاص كم تحط الحاشي واللبن؟ 10 ريال. الله يجعلك تعشر فوق شجرة 6 شهور ما معك زاد لين تحرم وتموت. فوقها بمية ثم تسحر بمية. وأنا اليوم معك من الساعة 1 إلى صلاة الفجر وأنا متعز معك المطعم 100 ريال. عندي لك فكرة مجنونة. عدادي جونك محمد علي فكرة مجنونة يا أربيع. المشروبات ما ينجح الكبدة إلا المشروب يكون معه مشروب. خلي المشروب اللي بيطلع خارج المطعم 250 ريال. لا 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 المشروب اللي داخل المطعم نفسه. لا عقلاني 20 ريال. إحنا صح إن خلنا 20 ريال. عقلاني عقلاني في سعر في سعر سكتاني خلى ينجح مشروب عادي. لا ينجح كذا بيأسس المشروب عادي الأول. هنا خماش راح حامل متسابقين مرة. قعلم الله خلي مصلحته خلي العلبة ب55. انت الحين المشروب. انت الحين تناقش مع شريكك وتصمل مع شريكك ولا ما غير تهدره؟ لا خير في من لا يصمل. ليش يسوي كذا؟ شكو شريك ليش يسوي كذا؟ لا يا ربيع مدها ربيع المتسابقين بيكرهونك لكن ما راح يكرهون خماش مع ان الفائده بينكم وبين خماش. مدها انا بيجيني فلوس ما علي من كره المحبه ربيع ابي فلوس والله. لو تهبها من 10 ريال هم ما يذكرونك الله يسعدها ولا شيء. هم همهم ياكلوني مش وانا والله همي فلوس والله يشربون ماء ما يشربون غازيات. كم 40 40 والله الذي لا اله الا هو عشان ترمي معك كل يوم في المطعم. رب البيت ما يطلع تبي دراهمك والله ولا لا باخذ دراهمي واطلعك انت كسبان لكن بيش نرفع الاسعار فوق انا اكسب وانت تكسب. طيب والضحيه على ما لا لا انا الله يجعلهم من ذا ورده والله طيب. احنا مو انا موظف يا ربيع صل على النبي ربيع هذا قاعد يلعب على والله هذا يخرب باب غرفه غرفه بينكم شيطان انت سريع شوف هذا كلامه يقول على عليك قول لا اله الا الله. انا خليت 50% لاني انا ابغى رصيدي يرتفع. حلو وانت تبغى رصيدك يرتفع. حلو خلي اسعار نفس ما هي لا انت اللي ترزقت ولا اللي ترزقت. كلام السحور جاي والناس جاي فين عاقبنا ربي خاف يعاقبنا ربي والله ربي خاف احد يصومه والمسكين والله يا ربي والله يا ربي انه يعرف الطيب من الخيب. حسبي الله يعلم يعلم ما في الصدور والله انك نظيف قلب والله اني نظيف قلب سامي الاسعار فوق يا حبيب خوه نظيف قلب وخل الضحيه الافاعي قال نظيف قلب والمتسابقين هذول شوف 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 من الضحيه اول رمضان اسمع شوف الافكار من فين جت يقوم نظيف القلب اول رمضان حلو اول رمضان الشيخ لك يا عمي شوف الشيطان عشان يوري ثاني رمضان الشيخ لقوه اول رمضان وثاني رمضان ابي علينا حتى انا نايب انت النايب انا الشيخ اسبوع انت اسبوعين انت هذول الله اسبوع الله في القلوب اسمع وانا بعدك ولا انا اسبوع وانت بعد لا انا الاول تعال هي ما حلو القبح يعني الرصيد يا ما هي حلوه والله ما هي حلوه احنا بنطلع الحين خليني نسوق ذكي خليني يدخل قدمه لي على طبق من ذهب وانا اعطيك 6 يا اخي تعال بما انك شيخ سابق ولك فعولك الواقعه في هذه القريه انا الحاضر يا الله ما يمشي نعم هذا بيمشي تمريرات بخيت بخيت عندهم هو بخيت محمد علي نايف هذولا بحشهم لهم قدام عندهم لهم قدام يعني اللي ما احش الا اللي قدام وهو ما يخلي حتى اللي في الرياض هناك 70 كيلو يقول السلام عليكم يقول السلام عليكم شفت كيف معه فيها قصد سام لك نفس اللي معني تعال 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 والله قبل شوي تعال يا بخيت تعال لا تخاف يا اخي لا تخاف لا تهرب تعال انتبه من الوسواس انتبه وانا اخي والله اني احبك يا ربيع انتبه من الوسواس تحت قلبك ارتاح من لا والله والله للامانه ولا واحد بس انا احس اني مجبره ارتاح الواحد احس انها ارتاح العبود ارتاح العبود ليش ما ينزل صدق اليوم بدات تسمع افكار خماش ان القبول منك انزل بس هل المال بس هل المال موجود؟ هل المال يزيد مع عدم القبول؟ اسمع المال يفنى والنشام اجيبه لكن لا غدت العوائد من يجيبه زين تقول لا اله الا الله يا ربيع
هل أكشن هذا كله ليه ما تقول إيه؟ إن خماس ينزل من النسبة إلى 20 أو 30%؟ تعال أيوة هاي الله ليش ليش أنت هنشوف مديدك 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 يا ما تنبوق تبون ليه عيال عيال هذا الشنب ما هو على عبد الله بن خماس ما في شيء من هو عليه على من هذا